ليتس جو. عرض النينتندو دايركت خلاص عدى، فاللي كان زعلان اهو زعل، واللي كان فرحان اهو فرح وكان بيطبل وبيزمر والدنيا زي الفل. يبقى دلوقتي حان الوقت لايه؟ ان احنا نتناول ونقيم عرض النينتندو دايركت في هدوء. تعالوا الاول نتفق على حاجة، ان في منظورين ممكن يتاخدوا. الاول هو المنظور الشخصي السبجكتيف، اللي هو البني ادم بما يهوى وبما يتمنى بيبص على العرض بالمنظور ده. يعني واحد مثلا كان نفسه في ماريو اوديسي 2 ما تجابش سيرتها، يبقى ممكن بالنسبة له العرض ما كانش له لازمة. الاربعين دقيقة لو عملوا ايه؟ لو قال لك كريتوس هيتلاقى مع لينك في مغامرة مخصوصة وفوركي واوعى معلم وبتاع، وهو ملوش دعوة في الكلام دوت، ونفسه في ماريو اوديسي 2 وبس، خلاص العرض بالنسبة له ده ما كانش له لازمة، يبقى العرض وحش. هل هو غلط؟ لا، هو بالنسبة له العرض وحش، ما انبسطش، كان في حاجة نفسه فيها ما جاتش، يمكن لعبة اتنين تلاتة ولا حاجة من اللي كان نفسه فيهم ما جوش، خلاص جاله احباط، اتضايق، قفش، اتضايق، شايف ان العرض وحش، خلاص هو لا هو صح ولا هو غلط. وبالعكس على فكرة، يعني واحد كان نفسه مثلا في ماريو سترايكرز، كان نفسه في زينو بليد جديدة، على فكرة انا هذا الشخص جاله العرض ممكن يقول لك بس العرض دوت 100 100، هل ده معناه ان العرض فعلا 100 100؟ لا مش شرط، هو بالنسبة لهذا الشخص العرض كان 100 فل و10، يبقى هو مش مسألة صح او غلط، دي ما فيهاش صح او غلط، ده كل واحد بما يهوى وبما يريد، ومفيش داعي للخناق. يعني الناس بقى اللي بتخش هذا كان عرض سيء ونينتندو مش عارف ايه وبتاع، يا اخي لو كان سيء بالنسبة لك مش سيء بالنسبة لغيرك. او واحد يخش يقول لك بقى كان افشخ حاجة في الدنيا، انا انبسطت جابولي كل اللي انا عاوزه، برضو ديت حاجة بترجع لك انت من منظورك الشخصي، مش معناها ان التاني اللي اتضايق اللي كان نفسه في دونكي كونج ولا في مش هولو نايت سيلك سونج او اي من كان من هذه الالعاب اللي ما جاتش خالص يبقى هو غلط. يعني هي مسألة شخصية، ده المنظور الاول. المنظور التاني بقى اللي هو موضوعي شوية، المنظور الموضوعي مش هيبص لأهواء فرد او اتنين او بتاع، لا هو منظور الموضوعي يبتدي يقيس ازاي نينتندو هما ليهم هدف من العرض دوت. اول حاجة ان هما يلفتوا الانتباه والانظار الاعلام يعني، وفي نفس الوقت يجددوا الاهتمام بالسلعة بتاعتهم، وتالت حاجة وديت لعلها الاهم، ان هو من خلال عرض والاعلان عن مجموعة من الالعاب يجذب اهتمام بقى اللاعبين ذات نفسهم، سواء جداد ما كانش عندهم نينتندو سويتش او كان عندهم نينتندو سويتش وراكنينه ما اشتروش العاب بقالهم فتره الى اخره من هذا الكلام. دوت اللي نقدر نقيس عليه الموضوع بطريقه شبه موضوعيه، لان برضو ديت هيبقى فيه انا مش محلل، فيعني هحاول على قدر الامكان ان انا ما بقاش متحيز. المهم تعالوا نبتدي بالمنظور الاول اللي هو منظوري انا الشخصي. انا عن نفسي ادي عرض النينتندو دايركت A ماينس، مش A مش A بلس بس A ماينس. تاني ده من منظوري الشخصي، يعني ايه انا مش بحاول ادعي الموضوعية هنا خالص. وليه بديها التقييم العالي دوت؟ لان عادة انا لما بخش عرض نينتندو دايركت او اي عرض لاي شركة تانية ببقى اللي هو بقول ايه، والله لو في لعبة ولا لعبتين اثاروا انتباهي وحمسوني، واحدة منهم مثلا تكون اعلان عن لعبة جديدة ما كنتش اسمع عنها، انا كده تمام. يعني مش هقول هيبقى عرض جامد لكن هقول اوكي تمام. لكن الحقيقة ان العرض ده كان مليان حاجات، وجزء من الموضوع ده ان انا ذوقي متنوع، يعني انا بلعب حاجات كتيرة سهل ارضائي، يعني تدي لي RPG بقول لك ماشي، هتدي لي لعب ماريو مش عارف ايه تمام شغال، هتدي لي حاجة مفاجأة كده مش عارف RPG قديم شغال. فالغريب ان العرض ده تقريبا كل المنافذ الحاجات اللي انا بحبها ديت لقيتها معروضة قصادي، فتحمست جدا. ونبتدي باول حاجة فاير امبلم ووريرز 3 هوبس. انا بحب العاب الووريرز، يعني مش لدرجه اني بعشقها، لكن نوعيه الالعاب اللي بحب العبها كده ايه، يلا العب لك مرحله مرحلتين طقش في الاعداء وخلاص، انا بحب ده وبحب سلسله فاير امبلم، فلعبه جديده فاير امبلم ووريرز تمام. دي بالنسبه لي كده حاجه اضافيه، لكن بعيدا عن ده بقى كان في حاجات قويه قوي قوي بالنسبه لي، يعني زينو بليد كرونيكلز 3 اولها
عارفين انها بتتعمل، وعارفين ان في وقت ما كان هيتم اعلانها، وتوقعت انها قلت من الحاجات اللي مؤكد 100% انها تحصل زينو بليد كرونيكلز 3، وقد كان. فانا برضو فوجئت على الرغم من كده، لان دايما ما تعرفش ان نينتندو يعني غدار. فانبسطت جدا، انا بحب جدا زينو بليد، بحب جدا السلسله ديت. مش كل الناس بتحبها، حتى الناس اللي بتحب جي ار بي جي زينو بليد يعني ايه، مش لكل الناس، لكن انا بالنسبه لي دي من افضل السلاسل اللي موجوده على النينتندو، فانا كنت مبسوط جدا. وبعدين فوق ده ماريو سترايكرز، يا لهوي، ده انا اللعبه ديت لعبت عليها لعبه ايام الجيم كيوب، يعني اظن كانت في واحده بعدها على الوي كانت كوكا ما عجبتنيش، لا بتاعت الجيم كيوب، وديت شكلها بترجع للستايل القديم ده. انبسطت جدا، انا ما كنتش مصدق، انا ما كنتش متوقع ديت خالص، فديت كانت عامل المفاجاه، انا اتفاجئت، فكنت مبسوط جدا جدا جدا، يعني حاجه حمستني، دخلت عملت لها بري اوردر هي وزينو بليد، خلاص خلصنا. فده كان في حد ذاته يعني خلاص انا ممكن اقفل العرض على كده. فوق ده الاعلان عن 48 تراك لماريو كارت، انا لسه بلعب ماريو كارت ديلوكس لحد دلوقتي، فده زود ادى عمر جديد اضافي للعبه، وكمان انها تبقى على خدمه نينتندو سويتش اونلاين، يعني مش محتاج ادفع فلوس فيها زياده، ده 100 فل و10. نينتندو اخيرا عملت حاجه لخدمه الفانز بتوعها، طبعا لخدمتها هي بطريقه غير مباشره، يعني الناس بتخش تكتب لك في التعليقات انهم لا يحتمون الا بالربح ولا مش عارف ايه، ده هو عاملها تيكيه يعني، ما هو اكيد هو الربح يعني، هو ايه هدفه تاني يعني، ده بيزنس. لكن المهم ان هو يربح ويعمل حاجات كويسه. انا بالنسبه لي ديت كانت حاجه كويسه، انا بالنسبه لي كمستهلك. ولسه ما خلصناش كلام، يعني ادي عندك ماريو كارت، عندك انا بتكلم بالنسبه لي انا ماريو كارت، زينو بليد، ماريو سترايكرز، فاير امبلم 3 هوبس على طريقه الداينستي ووريرز، والايف ايه لايف دوت. بالنسبه لي لايف الايف ديت لعبه عظيمه، انا كنت بلعبها ايام الرومات، يعني كانت هي اصلا لعبه نازله بالياباني، فكنت منزل ترجمتها وقعد العبها كده على الستايل القديم، عاملين لها ريماستر، مش شايف ديت خالص، متوقع ديت. فاذا حتى الجانب اللي هو النيش عندي، الحاجات الالعاب العجيبه اللي انا بحب العبها مع نفسي دي، ايه ده مش اتصور ابدا في مليون سنه. فاذا عامل المفاجاه كان موجود، عامل ارضائي بالحاجات اللي انا كنت متوقعها كان موجود. كان في حاجات تضايق، كان في حاجات تضايق، كان نفسي يؤكدوا لنا ان بريث اوف ذا وايلد نازله في 2022، وكنت شايف ان الاعلان عن زينو بليد كرونيكلز 3 انها نازله في شهر سبتمبر ده يخليني اطمن على انها غالبا هتنزل السنه دي، وهنتكلم في الموضوع ده في فيديو تاني خالص. اللي اقصد اقوله انا بس الحاجات ديت، انا عارف ان العرض كان مليان حاجات، انا بس الحاجات ديت خلاص انا كده تمام، 100 فل و10، مش عايز اي حاجه من ده، عشان كده اديله A ماينس. ليه A ماينس بقى مش A بلس؟ ال A بلس ديت اخليها للقنابل، للحاجات بقى اللي هو ايه، العرض كده يبقى فيه ماريو اوديسي 2 ودونكي كونج مثلا، حاجه كده عرضي بقى أول مرة زلدة تظهر فيه، ويبقى كمان بجانب بقى يعني إيه، يعني عشان أدي حاجة إيه، يبقى كل اللي حصل في العرض ده واتحصل، وكمان يديلي بقى قنبلة من بتوع نينتندو كده، ساعتها أديله A بلس من منظور شخصي. فأنا بالنسبة لي كان عرض ماما. تعالوا بقى ننتقل للجانب الموضوعي شوية، اللي هو نبص الموضوع من وجهة نظر نينتندو بناء على المعايير اللي أنا ذكرتها من شوية. يعني هو عاوز يجذب الاهتمام، عاوز يجدد اهتمام الاعلام والمستهلكين في السلعة بتاعته، عاوز ان هو يبني قاعدة جديدة، عاوز حتى ان هو يصلح بعض من الصورة. يعني انا شايف ان هما قدروا في عرض واحد يعني يرضوا ناس كتيرة جدا، وفي نفس الوقت يصلحوا من صورتهم بالذات فيما يخص النينتندو سويتش اونلاين، ودي كانت مهمة جدا نينتندو تعملها. يعني خدوا بالكم اصلا هو برضو ايه دي هتلوت لما تيجي تفكر فيها، الجيم باس خلاص بقى مفرقع ومفيش بقى اكتر من كده، وسوني ماشيه في اتجاه ايا كان بقى اللي هتعمله، بلاي ستيشن انفينيت، سبارتاكوس، ايا كان، فالاونلاين سيرفيسز عليها القيمه. نينتندو مديالك حته كاكا بدود وبتقول لك ادفع فيه 70 دولار، فمفيش قيمه خالص، قيمه قليله. فلا، لما انت حطيت لي دي ال سي جديد تقريبا عمر ماريو كارت، ال 48 تراك اللي كانوا اوريدي موجودين مش عارف كانوا كام، تزود عليهم 48 تانيين، ده قيمه عاليه جدا. فاذا نينتندو قدرت في العرض دوت انها تبين انها جاده في خدمات الاونلاين بتاعتها، فاذا ديت حاجه تحسب ليهم، ليهم هم، مش تحسب احنا نقول برافو عليهم، لا
ديت حركة ماركتينج قوية جدا. لما انت تيجي تنزل مجموعة جديدة من الالعاب الجديدة، تعلن عن مجموعة جديدة من الالعاب، يعني بنتكلم عن زينو بليد كرونيكلز 3، يعني ماريو سترايكرز، عن نينتندو سويتش سبورتس، عن الفاير امبلم، عن 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 الحاجات ديت كلها، انت كده بتؤكد ان اوكي يا جماعة الجهاز دوت لسه شغال ولسه ريليفنت ولسه هينزل عليه العاب كتيرة والسنة دي مليانة وبتاع، فانت جددت الاهتمام بالجهاز. وانا شفت حتى هنا على القناة كذا واحد قالوا احنا دلوقتي نشتري النينتندو سويتش، يمكن عشان كانوا مستنيين ماريو سترايكرز، يمكن عشان كانوا مستنيين حاجة معينة فشافوها قال لك خلاص. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان هو يقدر لسه يجذب ناس انها تروح تشتري الجهاز 5 سنين بعد الاصدار بتاعه، فهو دوت برضو من علامات النجاح. حاجة تانية مهمة مرتبطة بالاعلان عن ال 48 تراك اللي نزلوا على ماريو كارت، الابديت اللي عملوها الميترويد ريد، ده مهم جدا انك انت تظهر انك ما زلت بتدعم الالعاب اللي انت نزلتها، مش اللي هو قاعدين بنقلط العاب وخلاص اقلب على اللي بعده اقلب على اللي بعده، وديت من عيوب نينتندو الحقيقه، فان هو يستمر في دعم الالعاب حتى لو بباتشات ضعيفه، يعني يقول لك هارد مود ومش عارف ايه وباس رش مود، تمام. الناس اللي جابت اللعبه ديت واستهوتهم وعاوزين يلعبوا المزيد، انت بتدي لهم قيمه من شرائهم، دوت حاجه برضو مهمه. كل الحاجات ديت الناس لازم تحطها تحت عين الاعتبار. يعني انت لما تيجي تقيم عرض، سواء بتكره نينتندو بتحب نينتندو بتحب سوني بتكره سوني، ايا كان علاقتك مايكروسوفت تحبهم ما تكره، انسى رايك الشخصي، رايك الشخصي دوت ليك انت هو الحقيقه المطلقه لو تحب. لكن بالنسبه للسوق، بالنسبه لعالم صناعه الالعاب، بالنسبه لبزنس شغال، ما تقدرش تقوم ناقل انطباعك انت الشخصي وتقوم عامل اسقاط على حاجه ملهاش اي ارتباط برايك، مع احترامي ليك، وعلى فكره الكلام ده ينطبق عليا قبل ما ينطبق على اي حد. فدي من وجهه نظري يعني من افضل عروض نينتندو، لانه هو قدر زي ما بيقولوا كده ايه، عصفورين بحجر، ده يجي 10 عصافير بحجر واحد. هل ده معناه بقى عشان الناس تقول لك طب اطبل وانت يا عم، انا لا بطبل ولا انا باكل عيش من ورا نينتندو ولا انا هويتي نمط استهلاكي؟ لو انت هويتك نمط استهلاكك ما تفترضش فيا او في غيرك ان احنا كلنا كده، مع احترامي برضو للي شايف ان هويته نمط استهلاكه براحته، انا ماليش دعوه، انا ما بحكمش على حد. فدوت باختصار كده رايي في عرض نينتندو ديركت، ممكن نقول بشكل موضوعي، يمكن تختلف معايا مش مشكلة، تتفق معايا خير وبركة، نتكلم وندردش مع بعض في الكومنت سيكشن. اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالفيديو بالدردشة ديت، لو عجبكم ياريت تعملوا عليه لايك، لو ما عجبكمش امشوا اطلعوا من هنا او اعملوا ديسلايك براحتكم. ولو لسه اشتركتوش القناة ياريت تعملوا سبسكرايب علشان تتابعوا محتوى قناة مانجا 64 اول باول. شكرا على المشاهدة ونشوفكم على خير الفيديو الجاي.